على حسب ما هو متعلق بالفلاحة في المغرب ولا كل شيء في اللي بتاع المغرب؟ لا، انا كنهضر على المآثر التاريخيه وعلى كاع المغرب، على المغرب والمغاربه، ولان هاد لان هاد المعرض وراه مهم، وراه حتى وراه معرض، وكنبغي نهضر عليه باش يعرفوا المغاربه شنو، علاش كيهضر هاد، علاش كيهضر هاد المعرض، وشنو هي الاهميه ديالته. يعني شكون قال لك ان كاين هاد المعرض هنا في العطاويه؟ شفتو في التلفازه، ومن بعدها قلت لبابا علاش لا، انا قلت لبابا نجيو لهنا، حيت انا كنهضر على لي مونيمون هيستوريك. قال لي صافي نجيو، ودابا ساليت من المعرض، وان شاء الله غادي ندير بزاف ديال الاعمال اخرى. والميساج اللي تقدر تقول للدراري باش الدراري الصغار لا خصهم يستهلكوا، حيت هاد الزيتون صحي بزاف الاطفال الصغار، الناس وخصوصا الاطفال الصغار. شكرا ياسر. شكرا لك.